فرنسا بلاد السنة والتوحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ يا أهلا بك. من وين أنت جنابك الكريم؟ من وين أصلك؟ من الخليج. من الخليج، يا أهلا بك. من أبناء عائشة؟ والله ما أعرف شيخ. ليش ما تعرف؟ ما أعرف. يمكن. يعني شنو صار عندك شك بالسنة ولا طالع من السنة ولا شنو؟ ما أعرف، بس أنت يا أخي أرجل واحد أعرف، ما أعرف واحد أرجل منه. كلام اللي تقوله يعني ما أعرف. عفوا، شنو قلت؟ رجل، ما في سمعتك. أقول لك أنت أرجل واحد أعرف. أرجل واحد في أي حقيقة يا رجل واحد. أنت جنابك سني بالأصل؟ يعني يمكن بعيد عن الإسلام شوية، بس ما عشان أنت كنت تقوله من قبل، بس أنت أرجل واحد أعرفه يا أخي. ما أعرف كيف يعني تقنع الواحد بشكل ما طبيعي وتخليه يعني أشياء على باله هو أساسيات تهدمها وتبدلها بأشياء ثانية وتخليه تايه كذي يعني. ما تسمعني؟ اي نعم، انا اسمعك. اي تفضل تفضل، اروينا ايش اللي صار وياك. والله انا سمعتك صدفة واستويت يعني ادكتد، ما اقدر ما اسمع عشان اضحك في البداية، بس يعني اضحك منصدم، اضحك منصدم، شيء ما طبيعي. طيب، ما اعرف، احس لازم اراجع حساباتي، لان انا من البدايه بعيد عن الاسلام يعني بسرعه، لكن ما اعرف اللي تقوله يعني احس مقنع، بس ما يعني في نفس الوقت احس نتائج ما اعرف شيء يعني، ما اعرف، احس ما اعرف. طيب الكلام اللي سمعته مني على السنة، رجعت سألت مشايخ السنة، تحاورت وياهم مثلا؟ لا انا اصلا ما اكره الشيوخ من البدايه يعني، حتى يعني ما تقدر تتكلم منطقيا معهم، بعيد عن الاسلام، احس انهم يعني ناس غافلين يعني ما يجوا محاولة. طيب ما هي اكثر الاشياء اللي انصدمت بها، تأثرت بها؟ يعني طرحك قوي يعني، تقول اشياء انت عبالك مستحيل تقتنع بيها اذا تقريها من البدايه، كمحمد وعلي الخالقين يعني تقول مستحيل انا اقتنع، هذا وش يقول؟ هذا مخرص. بس بعد ما تسمع تقول يعني تقول هاي عنده حق يعني، ما اعرف يعني تقنع يعني شيء انت تقول انا مستحيل اقتنع به، وفي النهايه تفصل عمرك مقتنع، انت ما عارف اصلا، في شيء ما طبيعي. طيب، هذا قضايا من الشيعة، ما هي ايوه القضايا التي في دين السنة مثل أنت تأثرت بها وانصدمت من سماعتها؟ يعني في البداية الإرهاب اللي يعني إذا أنت ما نفسنا نحن نقتلك، ما أعرفك إذا سمعت إيش سوى في عمان قريب، بس يعني هذا اللي في البداية طلع منه يعني. يعني أشوف يعني كيف ما أعرف كيف، بس يعني ما حبيت، ما أقرأ نفسي، ما أقدر. اللي هو أمرت أن أقاتل الناس، وهذه الروايات من هذا النوع. هي يعني التكفير والتعصب واللي أنا صح وكل حد غلط غيري، يحكموا على الناس من ذا المبدأ، فما أعرف، ما أعرف يعني، ما كنت قريب من البداية، لكن طيب كيف ما توقعت نفسي أكون قريب من الإسلام غير يعني من رجعت يعني، ما أعرف، شفتك بالصدفة نفس ما خبرتك، لازم أراجع حساباتي، أنت ما مشاهد؟ أعرف. أنت مشاهد محاضرة بداية التوحيد؟ نعم شاهدتها طيب، يعني، سويت بعد ثاني حل الإله يعني، حقيقة بينت إن نحن مستحيل نفهم الإله يعني، عظمته بشكل خارق للطبيعة يعني، ما يعني مثلا إذا تقرأ شعر ولا إذا تسمع إذا تشوف دوكيومنتريز، مستحيل تشوف حد يعظم الإله بالطريقة اللي أنت تعظمها يعني، شيء خارق للطبيعة يعني،
مع ان انا ما فهمت المحاورة يعني كانت شوية يعني ما اعرف، بس يعني من اللي فهمته انت وديت الاله بعد ثاني، يعني حقيقي وديت الاله بعد ثاني. بس في نفس الوقت انا اخاف ان يعني واحد شاعر يعني مثلا، ولا واحد عنده قوة بديهة بشكل ما طبيعي وسوى ذا الاسلام when he did it he made sure that يعني يوم سوى الاسلام حاول يهاجمه بكل الطرق يعني عشان يخليه اميون، عشان يخليه يعني يعني يخليه غير قابل يعني غير قابل انه يكون غلط يعني ما اعرف اذا هاي التفسير غير قابل يعني للنقد، غير قابل للنقد، ايوه غير قابل للنقد، غير قابل يعني كيف وجدت نبي السنه؟ راح شوي يعني انا ما كنت مرتاح له لانه يقول انه كان متزوج وحده عمرها 6 سنوات وهو الحين تبين من ظهره، وكانت تلعب بالملاعب ترى العاب مال اطفال. في الحقيقه يعني انا كنت يعني اكره الاسلام لان اشوف صوره النبي اللي يشوفوها الغرب، وانا كنت حقيقه اشوف صور النبي اللي يشوفوها الغرب يعني حقيقة صدقهم بشخص مجرم، حاولش الناس ما يتسلموا يعني حاولش ما تأخذوا تعطينه حاولش ما يعني حاولش وايد متعصر. فما كيف يعني وجدت كيف وجدت حقيقة يعني النبي ما أعرف كيف وجدت النبي عندنا؟ أنا خبرتك أنت خويت الإله والأنبياء حق بعد ثاني، يعني أنت تعظم أنبياءك أكثر من خلينا نقول الأديان الثانية عظمها لهاتهم، يعني شيء حلو الحمد لله. بس نفس ما خبرتك أنا أخاف إنه يعني أخاف إنه واحد ذكي بشكل ما طبيعي مسوي هذا الدين وخلاه طريقة إنه يعني ما حد يقدر ينتقده. الدين الشيء تقصد الدين اللي أنا عليه؟ أيوه. الله يحفظك إن شاء الله، الله يعزك. أنت تتكلم عن الأئمة عليهم السلام، هذا هم هؤلاء الأذكياء الخارقون فوق الطبيعة، جعلوا لنا دينا غير قابل للنقد، غير قابل للانتقاد. أنت تخاف في واحد مسوي هذا الدين صح؟ ايوه يا اخي يمكن واحد ذكي بشكل ما هو طبيعي. واحد هو ذكي بشكل ما هو طبيعي. نعم اهل البيت هؤلاء محمد الحقيقي، هذا هو الاسلام الصحيح، هذا هو الدين الصحيح، الدين هذا هو هذا هو. اذا اسالك سؤال ثاني يعني مو مشكله الآن هذا هو الدين الصحيح الذي جاء عن طريق اناس اذكياء خارقين للطبيعه. نعم هذا الدين، بس ما انكشف جنابك. فأنت جنابك الكريم تقول، الأخ يقول أنا يعني خايف من هذا الدين اللي أنت عليه، يقصدني أني، يقول خاف بعدين يطلع دين واحد شاعر أو فيلسوف سواه بطريقة مو طبيعية غير قابلة للنقد، لأن سمع محاضرة بداية التوحيد الأخ، فيقول الدين مو طبيعي كأنما واحد مصنعه بطريقة غير قابلة للنقد. وكلامه هذا كلامه هو جالس يتكلم عن أهل البيت عليهم السلام. نعم أهل البيت دينهم دين الله، ودين الله دين حقيقي غير قابل للنقد. فأنت أخي الكريم لا تتحدث عن فيلسوف أو عن شاعر، لا تخف، فإن الدين الذي نحن عليه هو دين أناس متصلين بالله، فنعم أذكياء خارقون فوق الطبيعة. أي تفضل. عندي سؤال إذا تسمح لي، ما أعرف إذا مرتبط أو ما مرتبط أو يمكن أبعد عن الموضوع. تفضل. بس هم يعني هم كونوا هذا التفكير، هذا الكيان الفكري المتماسك الغير قابل للنقد. بس يعني حاولش ما طوروا في المجتمع سوى آلات المفروض زمننا نحن ما نقدر نسويهم. هذا احنا الله عز وجل جعل الأنبياء والأوصياء مختصين في الدين فقط،
ما جعلهم مختصين في التكنولوجيا وفي المعلومات وهالقضايا. هنالك روايات قالت لو أن الأمة قبلت بهم لفعلوا ما هو أكثر مما نحن به اليوم، ولكن الأمة كانت ضدهم. يعني هنالك روايات أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو ثنيت لي الوسادة لجعلتكم تطيرون بالحديد مثلا، أو لأنرت من الماء بيوتكم، وهي الكهرباء عن طريق الشلالات، عن طريق المي، عن طريق البحار. يعني عندنا روايات أشارت لهذا الشيء، عندنا روايات تكلموا عن المجموعة الشمسية وعن الأقمار، بل تكلموا حتى عن المجرة، حتى تكلموا عن شكل المجرة والشكل الآن اللي هو مع علم التلسكوب يوافق ما يقال الآن، وهو أشبه بقرن ثور، وهي فعلا الآن المجرة مالتنا أشبه بقرن معوج، أشبه بال... نحن حوش ما نعرف هاي الأشياء عن، يعني الأشياء اللي تتكلم عنها مثلا هم، نحن نتكلم عن الفلك، يعني روايات مع الفلك تشوفهم عند الناس مع الفلك، وتشوف روايات مع الطب. يعني أنا ما شفت الشيء من الإسلام، بس شفت يعني الجنة والنار، يعني في الحياة العملية ما، يعني ما، يعني كنا يرتب علاقتك مع إلهك مرحلة ما بعد الموت، ما يرتب علاقتك يعني بالناس، ولا يساعد تطوير المجتمع بشكل ما. أنا ما أعرف إذا، يعني أنا ما محيط، يمكن اللي أقوله غلط، لكن نفس الوقت هاي السؤالات عندي، ما أعرف إذا عندك أي وجه. بس ما فهمت سؤالك، إذا ممكن تختصره أو تعيده. بس يعني الآن هذا سؤال أم مشاركة، هاي يعني مداخلة؟ ما أعرف، مداخلة. إيه طيب، إيه نعم. إحنا عندنا بالأصل أن الله عز وجل أرسلهم للدين، للطاعة في الدين فقط. بقية القضايا الله عز وجل يمكن عقول الناس من الاكتشافات، وتكون هذه الاكتشافات مساعدة للناس في حياتهم. أما ما جعل أصل وجود الأنبياء للاكتشافات وللتطورات. فهمت شنو أقصد؟ أيوه فهمت. يعني جنبتنا مع الله هي جنبة عبادية، تبتعد عن الحرام، تبتعد عن الإجرام، تبتعد عن القتل، تبتعد عن العنف، تؤمن بال تؤمن. ما هذا اللي شفناه في الشارع؟ وهني السؤال، لأن ما شفته بالشارع من خلال من؟ من خلال السنة؟ من خلال من؟ والله بصراحة المسلمين بشكل عام، يعني حتى الشيعة يضاربوا. نعم، أي نعم، كلامك يعني صحيح. نعم، كلامك صحيح. يعني المهم شيخ، إذا تحب تسألني ما أعرف، بس لا، ما أعرف. لا لا لا، ما يحتاج أسألك. أولا الإسلام، وش تنصحني أسوي؟ أنا بس أريد أكمل مداخلتي على هذه النقطة الأخيرة. أولا الإسلام السني لا يمثل الإسلام في شيء، فأكيد أتباع قتل مجرمين. بالنسبة للإسلام الشيعي، إحنا عندنا في الروايات أن 13 شيعة فرقة شيعية، 12 في النار وواحدة ناجية. وهؤلاء 13 كلهم يتظاهرون بالبكاء والحب لأهل البيت والولاء والطاعة، ولكنهم في النار. فأنا لا أعصم الشيعة، بل أقول فيهم مجاميع إرهابية، وفيهم قتلة، وفيهم مجرمين، وفيهم منحرفين، ولكن تحتاج أن تكون على الفرقة الناجية التي أنا أعتقد أنا منها، أنا في الفرقة الناجية، ما أنا عليه هو دين الفرقة الناجية. أما أنصحك ماذا تفعل، أنت خارج من دين السنة، خارج من دين السنة، هذا منتهين من عدة. هل إذا جنابك الكريم وصفت أن الدين الذي نحن عليه دين شخص خارق وضعه بطريقة محكمة غير قابلة للنقد، فهذا هو الدين الإلهي الذي أنت مأمور باتباعه عقلا ومنطقا ودينا شرعا، تعرف ماذا أقصد أنا؟ أيوة، بس ما أخفي عليك شيخ، أنا أحس من يعني الأديان شوية ما أتحدها، لأنه سبب يعني ما أعرف شيء قريب من فتن، يعني البشر مختلفين بطبعهم، فنحن حاولنا نعطيهم اختلاف ثاني ضارب عشان، بس في نفس الوقت الكلام اللي تقوله يخلي واحد
يعني فعلينا لازم نفكر. ما هو فكر يعني. اي نعم فكر بس انت الان عقلا منطقا مطالب باتباع دين الخارقين الذين جعلوا دينا غير قابل للنقد. لماذا؟ لان انت لمست هذه، لمست العقل الذكي الذي جعل دينا غير قابل للنقد، وهذا معناه ناس غير عاديين. ماكو دين ما ينتقد، ماكو دين ما عاديين. دين الاعمال اللي علي المفروض اسوي اعمال في الاسلام، لكن انا ما مسوي شيء تقريبا من 2017. كل اعمالك ساقطه لانك لست بمكلف في العقيده الاسلاميه الشيعيه، فتكون كما العقيدة اللي تتكلم عنها ولا عقيدة الشيعة بشكل؟ لا أتكلم أنا العقيدة الشيعية أنا. يعني لين ما حد يعرف عقيدتك أنت شو أعمالك أنا؟ عفواً. تبعها. يعني أنت تتكلم على أعمالك السابقة. تتكلم على أعمالك السابقة تعيدها ولا ما تعيدها؟ ما أعرف يعني أنا ما كانت عندي أعمال. يعني لا لا إذا عندك أعمال أو إذا ما عندك أعمال فهي باطلة. جيد. لماذا؟ لأنك لم تكن على عقيدة سليمة، ولكنك إذا آمنت بما نحن عليه فأنت من اللحظة التي آمنت بها تكون مكلف، أما ما فاتك فلا تنظر إليه أبدا. حتى لو كنت في محيط الإسلام؟ في محيط ماذا؟ حتى لو كنت في محيط الإسلام في ذات الوقت. كنت في محيط الإسلام؟ أيوة. لو كنت محيط الإسلام أو غير الإسلام، إن الإسلام يجب ما قبله، وهذا هو الإسلام الحقيقي. يعني أنا أعرف عن الإسلام قبل ما 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 عرفت يوم تخبرتني عنه بس. نعم. فأنت يعني... أنت جنابك الكريم إذا 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 دخلت بما نحن عليه ما مطالب بأي شيء تعيده سابقا أو تعيد أشياء قديمة مكلف بها. تكون المطالبة عليك هي في نفس اللحظة. فهمت ماذا أقصد؟ نعم. يعني تكون في العقيدة، في عقيدتنا تكون كما ولدتك أمك، لا شيء عليك، تبدي بداية جديدة بالضبط. شكرا شيخ. يا هلا بيك. يا أهلا ومرحبا، إن الشرف. ننتظر اتصالات منك أكثر وأكثر. يا هلا بيك. يا هلا بيك. يا أهلا وسهلا. الحمد لله، شكرا لله، شكرا لله على هذه النعمة العظيمة، شكرا لله، شكرا لمحمد وآل محمد عليهم السلام. الحمد لله. بعد مشاهدة الأخ شاهد محاضرة بداية التوحيد محمد وعلي الخالقين الرازقين محمد وآل محمد عليهم السلام، يقول شعرت أن هذا الدين وضعه شخص ذكي جدا بطريقة غير قابلة للنقد. أنا ضحكت لأنه من هؤلاء الخارقين، أهل البيت عليهم السلام، بس هو من عقليته مفكر واحد فيلسوف، واحد من ذول الفيزيائيين بهبر رياضيات مثل أحمد بن حنبل. هؤلاء أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء أهل البيت، وهذا هو دينهم. أنا ما أوصيكم الله الله في محاضرة بداية التوحيد، الله الله تنشرون رابطها لكل شخص تعرفونه، صديق، قريب، أخ، أخت، أهل، أم، عشيرة، أصدقاء، سنة، أديان أخرى، خلي يعرفون ديننا. الناس تعرف عقيدتنا إحنا، حتى ما تعرف بس نبي السنة اللي مشوه صورتنا عند الناس كلها. الحمد لله رب العالمين.